هل الأفضل أن يقال بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد أم اللهم ربنا ولك الحمد؟ كله جاء من السنة، جاء فيها أربع جمل: ربنا لك الحمد ذو الورى، ربنا ولك الحمد ذو الورى، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، كلها أربع جاء فيها. فإذا استعمل هذه كارثة فإن كارثة كلها أربع الإمام والمنفرد والمأمون كلها.